بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم. بيانفوني في لاشين ميليسا كاينة. اليوم نعمل معكم وصفة تاع حلوة تقليدية، حلوة الأفراح، حلوة الأعراس، اللي هي حلوة تشارك. تشارك مسكر. أنا كنت عملت يعني معكم في البدايات تاع القناة فيديو فيها تشارك وكيكعات وعرايش، لأنه يعني هي نفس العجينة. والفيديو كانت طويلة لأنها قلت لكم فيها ثلاث أنواع من الحلوى. دونك كاين اللي راهم يطلبوا مني حلوة تشارك ولكن يحبوها فيديو قصيرة، قلت نعملها لكم ويعني بمقادير صغيرة جوست باش نزيد نفهمكم. هنا لازم حنخدم يعني أنا بهذا الكيلو، سيت ان تو بيتي بول. نتوما اخدموا بالكيله اللي تساعدكم، انا حنخدم كيله صغيره يعني جوست باش ما نفهمكم الحلوه هذه. دونك حنا عندنا 3 كيلات تاع فرينه بكيله تاع سمن. هذا الكيله هي اللي كيلت بها السمن. نبدا الوغ ندير مغرفة صغيرة تاع الملح ولا القرصة تاع الملح، نخلط هكا. الوغ قلنا نفس الكيلة، هاد لو بول اللي كيلت به ندير به السمن. السمن ذوبه. انا هنا استعملت ماركارين، تحبوا تستعملوا السمن تحبوا تستعملوا ماركارين، المهم ذوبوها وخلوها تبرد، يعني ما لازمش تكون سخونة. ونبدأ هنا عندي خليط تاع المزهر والماء، نخلطهم ورايحه نلم بهم العجينه تاعي. هنا لازم تروحوا غير بالعقل، يعني ما ترموش الماء على مره. ندير بشويه ونشوف. هاي ليك العجينه اللي نتحصل عليها، كيما راكم تشوفوا عجينه تكون لازم يعني طريه شويه، ما تجيناش طريه بزاف ما تجيناش يابسه بزاف. هاي ليك نلم العجينه تاعي ولازم نغلفوها في ورق فيلم بابي اليمونتير، نخليها تريح على الاقل ساعه. العجينه هذه تاع تشارك لازم تريح كما قلت لكم، نخليها تريح في ال يعني عفوا هايليك. نروح نوجد لافارس. الوغ هنا لافارس عندي هنا لوز مرحي، انا مت 3 كيلات، يعني الكيله اللي تكيلو بها اللوز مرحي سواء كان ان بول ولا يعني ان شوب، ولا الكيله اللي تكيلو بها ديروا 3 كيلات تاع اللوز مرحي. هاوليك نديرو معاه نص كيله تاع السكر. دونك بوغ 3 ميزور دو داموند بيان مولي نديرو اون دومي ميزور دو سكر عليك، ونديرو لافاني. بالنسبه للعجينه تاع التشارك، اللي يحب يدير لافاني في العجينه يقدر يدير. انا يعني كنت مخلطه العجينه لافاني في الفرينه ونسيت باش نقول لكم عليها. دونك ديروا لافاني في العجينه هكا مغرفه صغيره وديروا في لافارس. وباش تجينا لافارس تاعنا بنينه نديروا لها مبشور تاع ليمون ولا لو زيست دو سيترون، يعطيها ان جو مانيفيك هايل. انا نحبه بزاف لو زيست دو سيترون في لي جاتو. ونلم بالمزهر. هاي ليك نعجنها غير لافارس حتى نشوف بلي ولات عندي عجينه، نخليها تريح. انا بعد ما هاد لافارس تريح نحكي نعمل كوبايات، نخلي كل شيء يريح يعني بالعجينه باللافارس، نخليهم 30 ل 40 ساعه. عينك يا مزانك ونعاود اذا كان الحال سخون في العجينه راهي تلصق لك، فرشي شويه تاع النشا ولا تاع الفرينه
نحل هذيك لابول ولا هذيك الكويرة، نحلها بالحلال ونحاول اني نحلها رقيقة مليح. علاش؟ باش ناكل يعني باش نتحصل على تشارك يكون مورق، يكون فيتي. نحكم العقدة تاعي كما راهي يعني تبين لكم الصورة، ونعمل حربوش ان بودان دون فاسون يكون في الوسط، يعني او ميليو يكون بومبي، يعني الحربوش يكون بومبي معمر في الوسط ورقيق في الاطراف. ونرولي عليه العجينة تاعي بالعقل. لما نعمل اللفة الاولى نضغط على العجينة، يعني نغلق على هذاك البودان تاع العقدة، نغلق عليه ونكمل جغول الحبة، يعني نرولي الحبة تاعي تاع التشارك. لما نلحق لا فيرميتور، شوفوا مليح راني بينت لكم مليح وقربت لكم الصورة، نغلقوا لا فيرميتور، نسوديوها مليح بيدينا، يعني افان ديفيتي ولا باش نتفاداو انه هذيك العقدة تخرج لنا في الفرن لما يكون يطيب تشارك. نغلقها مليح، سي تري امبورطون انكم تغلقوا مليح العجينة تاعكم. من بعد نحكم الحبيبة تاعي تتشارك، نروليها لكن ما نضغطش ابدا على الوسط، نضغط فقط على الاطراف، نمشي يعني من الوسط للاطراف بلا ما نضغط على الوسط، ونحاول اني ندور الاطراف حتى نشوف انه نحطهم نستفهم الحبات تاع التشارك في سنيوات تكون ناشفه، يعني ما نديرو فيها والو لانه راهو يعني فيه الزبده، ونطيبهم على 180 درجه. لما يحمروا لنا جوست من تحت نحوهم، نخلوهم يبردوا تماما ونجوزوا لو غلاساج. نخدمو لو كلاصاج تاعنا، حنسكرو تسكار تاع الشارك، شارك مسكر. الوغ الحاجة الأولى السكر كلاص، سكر طب لازم نغربلوه، لازم يعني لازم يدخل له الهواء، دونك تغربلو الكمية تاع سكر كلاص كامل. او ميم طون عندنا هنا المزهر، كمية تاع مزهر ندير فيها كمية تاع زوج مغارف هكذا معمرين تاع سكر كلاص باش يتقلولنا شوية هاد الخليط، هاد المزهر. هكدا نحركهم. الوغ هاوليك السكر تاعنا بعد ما غربلتو، هاوليك التشارك تاعنا بعد ما طاب، نخلوه هكذا يعني يجينا دوغي من تحت، ما نخلوش يحمرنا بزاف. هاوليك نقربلكم الصورة، ولازم يكون يعني برد مليح، يبرد كومبليتمون عمركم ما تسكروه وهو سخون. ودركا نبدا نرفد حبه تاع تشارك هكذا، نغطسها برك في هذاك المزهر ونبلونجيها هنا في السكر كلاص يكون مغربل هكذا، نغطسها في المزهر ونحطها، نمسح النشف يديا هكذا باش ما يلصقش السكر كلاص عندي، ونحطهم هكا يعني نغطيهم سكر كلاص هذاك ونخليهم يقعدوا فيه ان بون مومون، على الاقل 10 دقائق. 10 دقائق وهما يعني هكا في السكر كلاص باش يشربوا مليح هذاك السكر. وبعد 10 دقائق حنوريكم كيفاش نمسحوهم من هذاك السكر. هنا نقدروا نزيدوا حبيبه واحده اخرى، نبدا نغطسها ونحطها، يعني ما تكتروش بزاف باش هكا ما تقيسوهمش لانهم راهم طريين بزاف باش ما نكسروهمش. فوالا الوغ نخليهم هكا يقعدوا يشربوا هاد التسكر ونعاونو عليه من بعد ان شاء الله. دركا نحكمو هكا الحبات تاعنا غير بشويه، نبدا نمسحهم من هذاك لو سكر، هذاك السكر نرفد هكا ونمسح. ويدكم يعني لازم تكون خفيفة، لازمش تعبزوا عليها بزاف لأنهم طريين، سيرتو هكا كيكونوا جدد وهاد لاباط طرية بزاف. هاد الشارك، هاد العجينة اللي عطيتها لكم يعني هي العجينة التقليدية، كاين عجينة أخرى ميخدمو بها لكن أنا عندي هذه المفضلة لأنها تقعد طرية، يعني كساسوا في الشتاء ولا في الصيف. هاي لكن مسحانة من تحتها
عليك، ونحطها في سنيوة، نخليها حتى نكمل كامل الحبيبات. عمليك نزيد نوريكم واحدة كيف. شاركت انا هاولك، راهو واجد، راهو حاضر كيما يحب الخاطر. هاولك شوفوه، نطلبه لكم تشوفوه كيفاش يجي. الاخوات البنات اللي حبوا يتعلموا تشارك مسكر على اصوله، راني درت لكم خطوه خطوه. نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم، نتمنى انكم تجربوه، تجربوه خطره اثنين ثلاثه، يعني يدكم حتمشي معاه، ويعني حتعودوا تخدموه بكل سهوله. باش نحافظوا على الحلوة التقليدية تاعنا هذه، حلوة الأفراح والمناسبات. في الأخير نقولكم، والأعياد باش ما ننساوش، نقولكم إن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو، ونتمنى أنها تعجبكم. وإذا عجبتكم الفيديو كما العادة نقولكم ديروا جيم عليها، اشتركوا في القناة، ابونيفو سور لاشين ميليسا كاينة، وسلام.